من أول يوم محمود حس فيه بتعب راح على طول يكشف في مبادرة فيروس سي، ولما لقوا التحاليل إيجابية أدوله العلاج في ساعتها وطمنونا. الحمد لله بتلحق قبل ما المرض ياخد صحته وفلوسنا. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة القضاء على فيروس سي للكبار وطلاب المدارس. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.